النهارده في الشغل عملت خناقه جامده جدا، الاوفيس بوي ضيع لي ورق مهم، تخيلي؟ كيوت. هو اللي كيوت؟ بقول لك عملت مشكله في الشغل. لا يا رامي ده مش ليك، ده بص في بنت عامله لي كومنت بجد خطيره، شيز ادورابل. ده بقى ان شاء الله الصوره دي. ايه في ايه؟ ما تتكلم كويس. اتكلم ايه وكويس ايه؟ ايه الصوره الزفت اللي انت منزلاها دي؟ بعدين ايه التوب اللي انت لابساه في الصوره ده؟ انا مش قلت ما تلبسيهوش؟ اتفضلي شيء يا جايده. لا 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 رامي، انا ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، ده لبسي وانا حره فيه. حره ده لما تبقى لوحدك مش في حياتك راجل. وانت لو فاهم الرجوله اللي انت تمشي كلامك عليها وتتحكم فيها يبقى انت فاهمها غلط، وفهمني انا كمان غلط يا رامي. جايده انا ما بحبش مراتي تلبس كده، فلو سمحت شيل الصوره وبعدين انا بغير عليكي. ده لبسي وانا مش هغيره، والغيره عمرها ما هتكون مبرر ان انت تتحكم فيا. I'm not that kind of girl ومش هكون. جايده امسحي الصوره وخلي الموضوع يعدي على خير. ده بجد؟ بجد. يعني انت ما سمعتش اي حاجه من اللي انا قلتها؟ طب بص يا رامي بقى، ده لبسي ودي حياتي ودي طريقتي وانا مش هغيرها، والله عاجبك على كده اوكي، مش عاجبك it's up to you.